ايه ده؟ اوبا. اهلا اهلا اهلا. الف سلامه الف سلامه. تعال تعال تعال. حمد لله على السلامة وأسفين على الرخامة. من يسمع كلامي ويمشي ورايا لازم يستحمل أذايا. أهلا بيكم في رامز جاب من الآخر، فلتبدأ المساخر. حمد لله على السلامة يا بيبي، أنتوا كويسين؟ أيوه. دلوقتي يا بنات أنتوا اتخانقتوا مع بعض علشان فستان معفن أصلاً، وأنت خبطتي فيها جامد جداً وقلتي إن ما ينفعش إن أنا أقلد سمال خشاب ولا أتابعها أصلاً، واخدة بالك والحاجات دي كلها، وأنا ما يرضنيش. دخل الوحش. لا والنبي. لا 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 لا. شغل السير ناحيه الكاتب. لا 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 لا. اجري يا بيبي. ايوه اجري يا بيبي. برافو عليك على الهادي. اجري يا بيبي. برافو عليك. هوب هوب هوب. ايوه. يعني انتوا يا جماعه اتنين صحاب يتخانقوا على فستان يا جماعه في البرامج ينفع؟ هو اصلا مش صح ان فنانه تلبس نفس الفستان اللي الفنانه الثانيه لبسته. ايه ده؟ ولا لبسته بعدها. طب بتعملي كده ليه؟ ما كنتش اعرف. ما هو ده اللي انا قلته. طب ما تقولي ما تعرفيش. ما انا قلت اني ما اعرفش. لازم تلسني على الوليه وتقولي ان انا ما بتعبهاش. ولا الستايلست. انت جاي تولع الدنيا. ها هوب. ايوه كده. اقسم بالله الفقره دي مفيده جدا ليكي. افتح النفق. في ايه بقى؟ يلا يا بيبي. ده ايه ده ان شاء الله؟ ده باب الخروج يا روحي. ايه يعني ايه؟ ما تعرفيش باب الخروج؟ اكزت بالانجلش. اكزت. ايوه هاتي ايدك. هاتي ايدك. استنى بقى. ايه الريحه المنتنه دي؟ الله يخرب بيتك. الريحه دي شوفي جذبت مين اللي عامله الريحه. الله يخرب بيتك يا رامز. يخرب بيتك يا رامز. ايه بقى هنقل اهدافنا ولا ايه؟ انا اصلا بخاف من التعابين جدا. بتخافي من التعابين؟ انت في بيت الزواحف يا قلبي. او ماي جاد جماعه مفيش اكسجين. سميه بتقول او ماي جاد. سمال خشاب بنت المعلم عبده الخشاب تقول او ماي جاد. الانجليزي اتقال لي امتى يا جدعان؟ يا عم مفيش اكسجين هنا. ايه يا عم دي؟ انت مش عارفه اسمي يا بنت؟ سمية.